النشرة الرئيسية من الفضائية أكادية، أهلا وسهلا بكم. نذكر مشاهدينا أنه معي ضيف النشرة لهذا المساء السيد ياسر تجاني كندل، نائب رئيس لجنة الامتحانات دورة 2018. نتحدث معه بعد قليل حول تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يوليو 2018. سيد نائب رئيس لجنة الامتحانات، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا. ترأست مؤخرا وزيرة الزراعة والري والمعدات الزراعية أعمال الدورة التدريبية الخاصة بزراعة العدس، وذلك بإقليم تانجيلي بحضور حاكم الإقليم وبعض من السلطات العسكرية والإدارية بالمنطقة. أحمد آدم والتفاصيل. يبدو أن هذا الخبر لم يجهز بعد. شهدت مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة حفلا بمناسبة تنصيب مسؤول الدرك الوطني الجديد للمنطقة العسكرية رقم 20 بإقليم البحيرة بحضور حاكم الإقليم محمد أبا علي صلاح والمفتش العام للدرك الوطني محمد أبا بكر إبراهيم. عبد الرحمن آدم رحمة. هكذا تسلم المسؤول الجديد للدرك الوطني للمنطقة العسكرية رقم 20 بإقليم البحيرة الكولونيل آدم وادي برجي مسؤولية القيادة من خلفه الكولونيل إدريس إرداتيرو. وبعد هذه التعليمات العسكرية التي توج بها الحفل، إذانا بالاتباع والانصياع للأوامر من قبل أفراد الدرك الوطني بإقليم البحيرة، كما شهدت المناسبة برفع العلم الوطني وتلته عرض شامل لمختلف وحدات عناصر الدرك الوطني بإقليم البحيرة، مبرزين مدى تفانيهم وإخلاصهم للقائد الجديد بغية تأدية المهام وفقا للمقاصد العامة للدولة. ومن ثم فقد توجه مباشرة جميع العسكريين إلى عقد اجتماع توجيهي مع حاكم إقليم البحيرة محمد أبا علي صلاح، الذي قدم شكره للقائد السابق على الأعمال التي قام بها طيلة فترة تواجده على رأس الدرك الوطني بالمنطقة العسكرية رقم 20 بإقليم البحيرة. كما دعا القائد الجديد إلى مضاعفة الجهود والعمل بالتنسيق مع أفراده مع ضرورة تمعن النظر نسبة لخصوصية هذا الإقليم الذي يحتاج إلى الجدية والانضباط متى ما دعت الضرورة لذلك. كما طلب أيضا من المفتش العام إلى دعم أفراد الدرك الوطني بإقليم البحيرة بالمعدات اللازمة التي تساعدهم في أداء مهامهم بالشكل المطلوب. ونذكر بأن هذه المناسبة كانت بحضور عدد من المسؤولين عسكريين منهم ومدنيين بمدينة بول حاضرة إقليم البحيرة. نصب الأمين العام لإقليم البطحاء رئيس كانتو الجديد عيسى محمد عيسى بحضور عدد كبير من السكان المنطقة. آدم حنفي والمزيد. بمرسوم رئاسي يحمل رقم 2370 القاضي بتعيين السيد عيسى محمد عيسى رئيسا لكانتون غولورو الواقع بمقاطعة الفتري، الأمر الذي دعا إلى تنظيم هذه المناسبة التاريخية التي توج فيها عيسى محمد عيسى رئيسا للسلطة التقليدية بقرية أم بسطنة حاضرة كانتون غولورو، مناسبة ترى فيها لكل مبتهج ويهنئ بعضهم البعض لأنها فجر الحرية والديمقراطية. هذا ما أكده كوادر المنطقة أحد أبناء البلالة أحمد زين الله. رئيس المركز الإداري لقرية ياو محمد أبغانا شالي في كلمته الرسمية لهذه المناسبة التي قدم فيها التهنئة والشكر وطلب من عيسى محمد عيسى التحلي بالصبر واتباع السلم الإداري في حل المسائل من أجل الوحدة والتنمية الوطنية، مؤكدا أن بحيرة الفتري هي غنية بثروتها الطبيعية. كما شكر رئيس اللجنة المنظمة لهذا الحفل رماد ضحية كل الذين قدموا إلى هذه الساحة، مؤكدا أن التنمية المحلية تحتاج إلى تضافر الجهود بين أبناء المنطقة. من جانبه عيسى محمد عيسى رئيس كانتون غولورو مقدما شكره لرئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو على ما قام به نحو التنمية في مقاطعة الفتري. شعبنا غنيرو اليوم إدريس دابي إتنو بالإجابة الرية اليوم شفتوا بأنكو في ناس يأسسوا مشاكل ذات القوة دا إدريس دابي فكر كلام ده كاملة من اليوم ده فكر معافي نعيش سليم نعيش الآبية آبية هو دورادة أين كمان تبقون لنرجع آبية أكين. كما شهدت المناسبة تتويج المنصب وتقديم له هدايا مختلفة كالسيف الأصيل والحصان الفارس من قبل أهالي المنطقة.
ترأس الأمين العام بإقليم البطحاء أيضا حفل تنصيب رئيس كانتو جرجرة وسط حضور عدد كبير من سكان المنطقة. آدم حنفي. فخر واعتزاز من قبل سكان كانتو جرجرة عموما ورنجاني على وجه الخصوص بمناسبة احتفال تنصيب حسن عيسى تجاني رئيسا لكانتو جرجرة، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 1191، مناسبة اكتظ فيها سكان المنطقة واصفين فرحتهم وتضامنهم بهذا التنصيب الذي حضره العديد من مسؤولي البطحاء الإداريين والعسكريين وكذا التقليديين إلى جانب رجال الدين. من جانبه رئيس المركز الإداري لآتي الريفية علي أمين، حيث قدم في خطابه توصيات لرئيس كانتو جرجرة حسن عيسى تجاني المعروف بحسن قباض بأن يبذل قصارى جهده من أجل تنمية المنطقة، وطلب من جميع سكان المنطقة أن يكونوا متوحدين من أجل التنمية المحلية، ومحذرا إياه في حديثه كل أصحاب النوايا السيئة من الخلافات الداخلية. وبعد أن تم تدريج رئيس الكانتو قام هو بنفسه شاكرا لرئيس الجمهورية على الثقة التي أولاه إياه، ولكل أفراد الحكومة إداريا وأمنيا الذين بذلوا جهدا عاليا من أجل إنجاز هذه المهمة التكليفية، كما وعد الشعب بتحقيق أهدافه التنموية. أنا شكرت البريزدان إدريس ديبي الأداني الثقة نيجيري أهلي وبسي ما بيني والبريزدان إدريس ديبي شغل وراء خخا ونينا تجور ورايا ونعرف شغله باخيرا نقول لكم هلا مسير هلا ده ماشي فوقه. رينيانيا هي قرية تقع جنوب آتي البطحاء على بعد 20 كيلومتر، وهي حاضرة كانتو جرجرة، كما أن كانتو جرجرة به 23 قرية تابعة له، ويسكنه أكثر من 20,000 نسمة يعتمدون جلهم على سعي الثروة الحيوانية والزراعة وغيرها من المنتجات المحلية. وبالعودة إلى التقرير السابق، ترأست مؤخرا وزيرة الزراعة والري والمعدات الزراعية أعمال الدورة التدريبية الخاصة بزراعة العدس، وذلك بإقليم تنجيلي بحضور حاكم الإقليم وبعض من السلطات الإدارية والعسكرية. المزيد لدى أحمد آدم. انطلاق المرحلة التجريبية لزراعة العدس في تشاد بدأت بهذه المناسبة التي ترأستها وزيرة الزراعة والري والمعدات الزراعية وحضور عدد كبير من المسؤولين بإقليم مايوكيبي الشرق والتنجيلي وأعضاء التعاونيات الزراعية منتجي المواد الغذائية ومسؤولي شركة سوبودرام الكاميرونية، وهي الجهة التي تتبادل خبراتها مع المنتجين التشاديين. المرحلة الأولى يتم فيها تدريب 35 من المحايين الزراعيين والفنيين من أفراد التعاونية، ويتم مدهم بالبذور لإنتاج 35 طنا من العدس، وتقوم الشركة الكاميرونية بشراء المنتج. هذه الفكرة أشاد بها عدد كبير من المسؤولين في مقدمتهم حاكم تنجلي والجهات الممولة لبناء مصنع للإنتاج الحيواني. هذا ما أكده مسؤول شركة تنمية المواد الغذائية، وهي مبادرة أشاد بها كذلك مسؤولي المانحين من الكاميرون. أما وزيرة الزراعة قالت أن الوزارة تساعد وتدعم فكرة وتنوع المنتجات الزراعية، هذا ما دفع شركات دول الجوار بالمجيء إلى تشاد وزيادة منتجهم. نظمت يوم أمس السبت جمعية ترقية ثقافة ولغة الألاكا، نظمت يوم للتبرع للترجمة الإنجيل بحضور العديد من أفراد القبيلة وعدد كبير من الحضور، حسب الكريم محمد سعيد. ترجمة الإنجيل للغة المحلية اللاكا هو الهدف الذي وضعته اللجنة التنظيمية ليوم التبرع لترجمة الإنجيل باللغة المذكورة. وعلى حسب رئيس اللجنة التنظيمية للمناسبة لوتاي إنجيكوا إمبايو أرسان، فإن فكرة ترجمة الإنجيل قد تولدت منذ شهر مارس من العام الماضي، وقد اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل تنظيم هذا اليوم، مضيفا أن الجميع وقف وقفة رجل واحد لترجمة الفكرة لأرض الواقع.
رئيس جمعية ترقية الثقافة ولغة اللاكا، هو الآخر تناول دواعي تنظيم يوم التبرع. peuple lagada peuple gay fi soudan gay fi tchad gay fi nigeria gay fi rca kulu ni lumu hini ni so offron offron ni dora traduit maktuba ana nzapa maktuba na alada be laka. هذا وتعود قبيلة اللاكا للقبائل القاتنة بدولة جنوب السودان وتنتشر بعدة دول منها إفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا وتشاد. إن غدا 16 من يوليو هو التاريخ المحدد لبداية الدور الأول لامتحانات الشهادة الثانوية دورة يوليو 2018 التي ستنظم في كافة أقاليم البلاد حول معرفة اللمسات الأخيرة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسابقات والامتحانات. أعد لنا زميل محمود موسى الفيل هذا التقرير. بعد إكمال كل الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو 2018، يلاحظ أن كل أسماء المترشحين قد تم نشرها في مراكز الامتحانات بالثانويات المختلفة بالعاصمة أنجمينا وكذا في باقي أقاليم البلاد بحسب ما أكده رئيس لجنة الامتحانات، وذلك للتأكد من صحة كتابة الأسماء ومعرفة أرقام الجلوس في المراكز التي يمتحنون فيها وفقا لتنظيم الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس. وجينا سيبناسن ومروا حقنا كل مرق أنا حاسرة فرحانين بأسمنا المرق فوقنا أنا سير خلاص حاسرة متان شيء كان نخاف كما في حاسر إلا نرجع امتحان بس. أما فيما يتعلق باللوائح والشروط الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية فقد أوضح نائب رئيس لجنة الامتحانات بالتالي: لا يسمح للممتحن الدخول في قاعة الامتحان إلا بعد إبراز بطاقته الرقمية وبعد التدقيق فيها من قبل المشرفين. ثانيا: لا يسمح بالدخول لأي ممتحن في قاعة الامتحانات بعد مضي 15 دقيقة من بدء الامتحان مهما كانت الأسباب. ثالثا: لا يسمح للدخول إلى قاعة الامتحانات بأي جهاز اتصال سواء كان جهاز إرسال أو استقبال أو هاتف جوال، كما يمنع الدخول في صالة الامتحانات بآلة حاسبة مبرمجة ومزودة بذاكرة تخزين وكذلك الحاسب الآلي المصغر وكذا الكراريس والكتب. وأخيرا: إذا تم ضبط أي ممتحن في حالة غش أو ما ثبت بالقرائن يتم طرده مباشرة من قاعة الامتحانات. ونشير إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو 2018 ستنطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 16 يوليو 2018 بكافة أقاليم البلاد، والتي يجلس لها 79,600 مترشح ومترشحة في مختلف الأقسام العلمية منها والأدبية والفنية، ويمتحنون في 94 مركزا. السيد نائب رئيس لجنة الامتحانات دورة 2018 السيد ياسر تجاني كندل في حديث حول تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة. كما تابعنا سويا في هذا التقرير واضح جدا الجهود التي بذلتموها أنتم كلجنة لضمان سير عملية الامتحانات بالشكل المطلوب. دعنا بداية نتحدث عن آلية هذه التجهيزات والترتيبات التي قمتم بها. أنا في البداية أشكرك وأشكر التلفزيون التشادي على اهتمامه بهذه القضية، قضية تنظيم الشهادة الثانوية، وأنا أعتقد أن هذا الحدث هو حدث مهم بالنسبة للوطن بالتأكيد، لأنه له علاقة بشباب وبمستقبل الشباب في تشاد، وبالتالي أشكركم على هذا الاهتمام. فيما يتعلق بالترتيبات طبعا في هناك عدة مراحل، يعني بعد ما تم تسجيل الطلاب تسجيلهم رقميا وكذا، يعني على مستوى الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات يعني تمت تجهيز البطاقات وكذا، فبعدها طبعا اتخذ قرار وزاري بتشكيل اللجنة، لجنة الامتحانات على رأسها رئيس ونائب وأعضاء في هذه اللجنة، وبعدها طبعا شرعت اللجنة في تنظيم الامتحانات، يعني وضعت الأسئلة بناء على مقترحات الأساتذة الذين يدرسون في الفصول النهائية في الثانويات. يعني اخترنا أسئلة في كل مادة وفي كل مساق، بعدها تم طباعة هذه الأسئلة وتصويرها إلى عدد كافي، عدد الكافي في المراكز المختلفة. ثم بعد ذلك يعني
حصلت لقاءات مع أعضاء اللجنة وهم طبعا رؤساء المراكز، حصلت لقاءات وحصل توجيههم فيما يخص تنظيم الامتحانات لهذا العام. يعني أعطيت توجيهات صارمة وأعطيت أيضا وضعت أيضا نظم ولوائح لهذه الشهر شهارة الامتحانات. وأيضا يعني أنتهز هذه الثانية أيضا لأشكر الحكومة باعتبار أنها يعني وضعت ما يمكن من الإمكانيات حتى نتمكن من تنظيم هذه الشهادة. فأظن نحن نعتقد أن هذه الترتيبات كافية للبدء كما أشرت في يوم 16 إن شاء الله من الشهر الجاري إن شاء الله. كيف ترون عدد المترشحين لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية؟ والله طبعا عدد نسبة الترشح زاد حد ما، لأن هذا العام يعني سجل 79,600 ممتحن، بينما في العام الماضي عدد الممتحنين هم 91,900، يعني تقريبا نسبة 9% هناك زيادة في عدد النسبة. ما هي أهم الصعوبات، يعني صعوبات نشير إلى الصعوبات التي واجهتكم أنتم كلجنة؟ والله طبعا في أثناء التجهيز ما واجهنا صعوبات، لكن أعتقد أن في أثناء الترتيبات النهائية يعني يمكن أن نقول يعني الصعوبات هي متعلقة بالواقع، واقع الميدان يعني. نعم. يعني بعد في بعض المدارس يمكن تجد في صعوبة ما في تسوير في المدرسة، أيضا في إشكال في بعض المدارس في عندها نقص في الكنب، وهي ضعف الإمكانيات. نعم، ضعف الإمكانيات. فاضطرت اللجنة لتحويل كنب من مدارس أخرى إلى المدرسة المعنية تغطي العجز. نعم، في بعض، ولكن هذه كلها يعني متاعب مادية تم تذليلها فيما بعد. نعم. وهل من يعني هناك إخفاقات في العام الماضي؟ كيف، ما هي الاستراتيجية التي وضعتموها لعدم الوقوع في نفس أخطاء أو نفس الإخفاقات العام الماضي؟ والله طبعا كأمل بشري طبعا كل سنة لابد يكون في تحسين، وأنا أعتقد أن الإخوة في لجنة في الهيئة الوطنية أونكس الانتخابات يعني ما شاء الله كل سنة يفكرون في تحديث الأمور. يعني الحمد لله أنا طبعا كنت في أعوام سابقة كلها كنت نائب رئيس اللجنة، فأعتقد أن كل سنة في تحسن، فما في إخفاقات كده تذكر، يمكن في صعوبات في بعض الأحيان تذلل وكذا يعني، لكن هذا الآن أيضا اتخذت كل الإجراءات اللازمة بحيث يكون في الترتيب الامتحان يتم في جو مناسب يعني. نعم. مكان الانطلاقة ما كيف حدد ولماذا تم اختيار الجمينة؟ والله طبعا يعني الانطلاقة هو زي ما بقوله يعني في كل مركز، يعني هنا بالنسبة لنا يعني هنا في كل تراب التشادي هو سواء يعني. نعم. سواء في أنجمينة أو في غير أنجمينة. ففي الأعوام السابقة في الغالب حصلت خارج أنجمينة، هذا العام جاء من نصيب أنجمينة، يعني اختيار. ليس بالضرورة يكون اختيار كده نعم، لكن بصورة كده تلقائية ويكون حتى يكون يعني في تنويع في نعم. نعم. أيضا حدثنا عن المراكز كم عددها وكيف تتم عملية التسيير بها بداخلها من أول بدء أول يوم الامتحانات إلى آخر يوم؟ طبعا هناك تنسيق بين المراكز وبعضها؟ نعم. أو مع اللجنة والمراكز؟ نعم، في طبعا في أثناء عملية تسجيل الطلاب وكذا بيكون في دراسة مسحية للمسألة ويشوف أين المراكز اللي يمكن أن يعني تستقبل الطلاب وكذا، فهذا العام يعني قدرنا يعني حدد 94 مركز. 94 مركز. 94 مركز اللي هي 68 خارج أنجمينة، 25 داخل أنجمينة، وعندنا مركز خارج البلد هو في جدة في المملكة العربية السعودية. نعم. يعني المجموع هو 94 مركز. نعم. وطبعا لكل مركز رئيس، ولكل طبعا وتحته طبعا بعض الأفراد من النظام التربوي يساعدوا. نعم. في تنظيم المسألة. نعم. ما الذي يميز تنظيم هذا الدورة 2018 عن باقي الدورات؟ والله هو في العادة في الأغلب هي نفس التنظيمات، لكن طبعا في اتخذت هذا العام ترتيبات جديدة. نعم. لتأمين أفضل للبطاقة الرقمية. نعم. ولتأمين أفضل لأوراق الامتحانات. نعم. يعني ده في حين إن شاء الله ستكشف عن الاستراتيجية. نؤمن في ذلك. توجيهات وكلمة أخيرة لجميع الممتحنين وهم يشاهدونك الآن. والله طبعا أنا أول حاجة يعني أوجه كلامي أولا للممتحنين، لأبنائنا الممتحنين. نعم. باعتبار أنهم المعنيين الأول، وأرجو منهم يعني التحلي بالثقة
لأن الامتحان هو طبعا امتحان عادي وطبيعي يعني، هو زي الاختبارات في الفصل. فبالتالي الواحد ما يفتكر أن الشهادة الثانوية هذه حاجة كبيرة وحاجة مختلفة عن الامتحانات، فيكون في حالة استقرار تام وفي حالة نفسية عادية، ويمكن أن يتجاوز هذه المسألة. وأيضا أطلب منهم ألا ينجروا وراء بعض الأشخاص بيقولوا مثلا في تسريب لمادة معينة وتدفع أموال كبيرة وكذا، فهذه اتخذت إجراءات ما في تسريب ولا في أي شيء يعني. فبالتالي أطلب من أبنائنا الممتحنين أن يتحلوا بالثقة ويكونوا يعني هادئين في المسألة. كذلك أدعو كل المشرفين أو المراقبين في المراكز أقصد به يعني أن يعملوا تفتيش جيد للطلاب، ويكون في معاملة حسنة مع الطلاب لكن بصرامة، يعني لا يسمح لإنسان يغش، لا يسمح لإنسان يتكلم آخر وإلى آخره. وكذلك أرجو تعاون أكثر مع الإخوة في جهاز الأمن وفي الجهات الإدارية، وأنا أنتهز الفرصة أيضا أشكر يعني الجهات الإدارية والأمنية، فصراحة تعاونت وساهمت في تنظيم الامتحانات هذه. نعم، شكرا جزيلا. كان معي ضيف النشرة لهذا المساء نائب رئيس لجنة الامتحانات دورة 2018 السيد ياسر تجاني كندل، شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات. أهلا وسهلا، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، نوح عناية السادة المشاهدين أنه ضمن الحلقات الخاصة التي يقوم بها قسم التحرير بالتلفزيون الوطني، فقد أجرى الزميل حسن جدة لقاء خاص مع رئيس دائرة الحوار الاجتماعي للتحدث عن العمل وسير بعد مشاركته في الطاولة المستديرة للإنعاش الاقتصاد الوطني عبر الحوار الاجتماعي التي نظمتها اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بالتنسيق مع المنظمة العمل، حيث تتابعون هذه الحلقة كاملة بعد نهاية النشرة مباشرة. هكذا مشاهدينا ننهي عرض النشرة لهذا المساء، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.